نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. اتحاد الفلاحين يدعو وزارة الفلاحة إلى عقد جلسة طارئة لتحديد حاجيات الموسم الفلاحي. ارتفاع ملحوظ في سعر الزقوق رغم تسجيل زيادة في المخزون الوطني بنسبة 11%. في النشرة أيضا صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية. وفي شؤون الشرق الأوسط، حماس تقول إنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة للتسوية، وتدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتطبيق ما تم التوافق عليه. إلى التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى عقد جلسة عمل طارئة مع أهل المهنة لتحديد حاجيات الموسم الفلاحي القادم. المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد فتحي بن خليفة. دعوة عاجلة سيد وزير فلاحة جديد لعقد جلسة مع المهنة تحديد حاجيات الموسم الفلاح، فيها البذور، فيها التمويل، فيها الأسمدة، وتحديد المسؤوليات. أنت مسؤول على الليمونيتر والدياباي تتحمل مسؤوليتك، أنا مسؤول على البذور تتحمل مسؤوليتي، باش نأمنوا انطلاق جيد للموسم هذايا يلزم البحث العلمي يخدم على عادة تثمين البذور المحلية وتطويرها للنهوض بالمردودية متاع عنصر أساسي يدخل في السيادة الغذائية. راه البذور نقعد كل عام نشري بذور ولا نجيب بصناب بذور من برا ونهجنها في تونس وتولي تونسية. أنا نحب البذور متاعي نهجنها ونطور باش تقعد هذيك سلاح متاعي لنجابه به اي تقلبات. وانتقد المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح للإذاعة الوطنية تأخر صندوق الجوائح في صرف التعويضات للفلاحين المتضررين. صندوق الجوائح الطبيعية كل سنة الفلاح مجاح والمندوبيات خرج قرارات الإجاحة والتعويض للفلاح يتم متأخر. إذا هو زرع منول بعشرة ملايين ومنطقة مجاحة والدولة أقرت أنه مجاحة وصندوق الجوائح ما يعطينيش فلوس في انطلاقة موسم، منين مش نزيد نجيب فلوس؟ آليات كاملة يزم تخدم بصفة آلية في الوقت المناسب. أنا اليوم حاجتي بالفلوس ما تجيبهم ليش مش تحرمني من البذر. كشف المرصد الوطني الفلاحي أن مخزون حبوب الصنوبر الحلبي المعروفة في تونس بزقوقو سجل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالسنة الماضية، لكن الأسعار على مستوى التفصيل تتجه نحو تسجيل ارتفاع بفعل تكلفة اليد العاملة. وأشار المرصد الوطني للفلاحة في ورقة أعدها حول الوضع الحالي لإنتاج حبوب الصنوبر الحلبي زقوقو في تونس أياما قبل حلول عيد المولد النبوي الشريف، والذي يشهد إقبالا على استخدام هذه الثمار في أعداد الأطباق الاحتفالية، أنه على الرغم من زيادة المخزون والاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعا قد يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن. سجلت المنطقة المتوسطية خلال السنتين الأخيرتين أعلى درجات الحرارة في العالم تجاوزت المعدلات العادية بنحو 5 درجات، مما أثر بشكل مباشر على الحياة الطبيعية للأفراد وعلى الأنشطة الزراعية في المنطقة. عدل الهنتاتي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة ومزيد من التوضيحات. البحر المتوسط كبحر سجل السنتين الأخيرتين وخاصة في السنة هذه ارتفاع ملحوظ لمتوسط درجة حرارة 4-5 درجات أكثر من معدل معهود. إذن فالبحر المتوسط أصبح منطقة حارة، منطقة فيها كثير من التبخر متاع المياه، وبالتالي تستقطب تيارات الهواء الباردة التي تعطي بعض الأمطار. هيك علاش لاحظنا في المنطقة المتوسطية خاصة في غربها كثير من الأمطار الفترة الأخيرة، وإحنا الآن نعيش في تونس في هذه الفترة من الأمطار. هناك أيضا رطوبة مرتفعة جدا، لأن سجلنا في تونس مثلا أغلب المدن رطوبة الهواء تتجاوز 75%، وهي أرقام ليست معهودة من قبل. أمطار رجعت، هذا طيب جدا، يعطي دفعة جديدة للنباتات وخاصة للمناطق الزراعية حبوب وغير ذلك والأشجار المثمرة. هذا من ناحية الاقتصادية. أما من ناحية الصحية فتزامن الحرارة مع الرطوبة تعطيك أمراض متعددة، بالتالي يجب الاحتياط من ذلك حتى نضمن الصابة كما ينبغي. We'll be right back.
صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية وسقف التمويل الخاص وشروطه. كما صدر أمس في العدد ذاته من الرائد الرسمي نص قرار الهيئة المتعلق بتنقيح ضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم إلى التصريح لديها بمعرف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد الخاص بحملة الانتخابات الرئاسية وبهوية الوكيل المالي للمترشح، وذلك وفقا للنماذج التي وضعتها الهيئة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا. كما ذكرت الهيئة بأنه يتعين التأشير لديها المعلقات المتمثلة في صورة المترشح للانتخابات الرئاسية والبيان الانتخابي وقائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة من قبل المترشحة وسجل المداخيل والنفقات ووصلات أو وصولات التبرعات العينية والنقدية، وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين. كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس المترشحين المقبولين نهائيا أو من يمثلهم بموجب توكيل في الغرض إلى إداء مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم الراغبين في ملاحظة الاستحقاق الانتخابي. في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية أن عملية التثبت في المعطيات الخاصة بالنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 من سبتمبر 2006 إلى 30 من جوان 2024 ستجرى من 4 إلى 6 من سبتمبر الحالي، ويمكن للنواب التثبت خلال هذه الفترة من معطياتهم الشخصية وفترات النيابة الخاصة بهم، وذلك بموقع الشبكة التربوية www.edinet.tn. وأكدت الوزارة ضرورة طباعة استمارة التثبت من الموقع والإمضاء عليها وإيداعها لدى المندوبية الجهوية للتربية ومرجع النظر في أجل أقصاه يوم السبت المقبل. في خبر آخر، دعت رئاسة الحكومة عملة الحظائر من الفئة العمرية 45 إلى 55 سنة إلى الاطلاع على القائمة الأولية الخاصة بالمعنيين بالتسوية عبر المنصة الرقمية حظائر.gov.tn، وذلك في الفترة المتراوحة بين 14 من سبتمبر الجاري. ويمكن للعملة الذين لم يتم إدراج أسمائهم ضمن القائمة الأولية تقديم اعتراضاتهم خلال هذه الفترة عبر المنصة ذاتها. قضى المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بابن عروس مساء أمس بالسجن بين 3 أشهر نافذة و3 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق المتهمين المحالين على أنظاره بخصوص القضية المتعلقة بحادثة حجب العلم الوطني بالمسبح الأولمبي برأس. يذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت إحالة 9 متهمين، 2 منهم موقوفان على أنظار المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بابن عروس، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم الوطني. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. في آخر تطورات الحرب على فلسطين، وفي فجر اليوم 35 بعد المئة الثالثة من العدوان الصهيوني على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى لاستشهاد 18 فلسطيني خلال الساعات الماضية. 4 منهم استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
وفي الضفة الغربية تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية لليوم التاسع على التوالي وسط تقارير عن توسيع دائرتها في طول كرم وجنين ومخيمها بعد تفجير منازل وسط المخيم. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم استشهاد 5 فلسطينيين في قصف صهيوني استهدف مركبة في طوباس شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية. في غضون ذلك بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا للأسيرين القتيلين ألكسندر لوبنباب وكارميل لاجات، اتهم فيه نتنياهو وحكومته بمحاولة قتل الأسرى من خلال تعطيل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أن حركة حماس غيرت مكان احتجازهم في 10 مناسبات لتجنب نيران آلة الحرب الصهيونية. وأطلقت عائلة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أمس هجوما على رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، واتهمته بإجهاض أي صفقة لتبادل الأسرى بهدف تحقيق أغراض حربية شخصية. ويصر نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر في أي صفقة مع حماس، وهو ما ترفضه الحركة ومصر. في المقابل أعلنت حركة حماس أمس أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه. وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شراكي نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني. وفي سياق ذي صلة، ذكرت شبكة NBC الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس طلبا لعائلات الأسرى الأمريكيين في غزة لعقد اتفاق مع حماس لا يشمل إسرائيل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. اتحاد الفلاحين يدعو وزارة الفلاحة إلى عقد جلسة طارئة لتحديد حاجيات الموسم الفلاحي. ارتفاع ملحوظ في سعر الزجوجو رغم تسجيل زيادة في المخزون الوطني بنسبة 11%. في النشرة أيضا، صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية. وفي شؤون الشرق الأوسط، حماس تقول إنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة للتسوية وتدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتطبيق ما تم التوافق عليه. أجمل تحيات كوثر عربوبي، إلى اللقاء.